أنا بي لأربع أولاد، وسمعنا هون بالضيعف في عيادة نقالة، والحمد لله أهم شيء صحة الأولاد فوق كل شيء. في نحن مقيمين بالخيمة، يعني شو بده يكون وضعه اللي المقيم بالخيمة؟ مثل ما عم أقول لك أستاذ، يعني نحن صرنا ست سنين هون عم نتعالج بهي المركز النقال، ست سنوات يعني أولادنا وعيالنا كلنا يعني عم نيجي لهون. إنه المناطق البعيدة عن المدينة، مناطق الريف، بحاجة كثير لمنظمات ولجمعيات تساعد، بحاجة، لأنه بعد المسافة أوقات بخلي الناس تموت. بيجي كل مريض بياخذ بالدار، ستاف نيرس بتاخذ البطاقة دغري بتقطع له ملفه، بيطلع ملفه قدامنا، كل الانتيسيدون، كل تاريخه، شو اخذ دواء، شو مرض، ونشوف حالته، وبنكتب التشخيص الجديد وبنعطيه علاج وكل شيء بيتسجل. اليوم منظمة مالطا بتدير ست مراكز نقالة موزعة بكافة المناطق النائية حسب الدراسات الميدانية، ثلاثة منهم بعكار، بشمال شرق بعلبك وبالجنوب، ممولين من الحكومة الألمانية بالتعاون مع مالتيزر انترناشونال. كل مركز نقال فيه طبيبين، ممرضتين، سائقين، مساعدة اجتماعية ومنسق ميداني. المراكز الثلاثة بتقدم حوالي 8000 خدمة طبية مجانية شهرياً، وهيدي الخدمة شاملة. مشروع المركز الطبي النقال فريد من نوعه من حيث نظام الإحالة على المراكز الطبية والمستشفيات. بفترة الانتظار اللي بتكون برا منجرب نكون عم نعمل الخدمة توعية صحية، هيدا الشيء بيفيد كتير بالشغل كرمال ثقافة عند المرضى، بعض الأخطاء منصححها، أفكار غلط بتكون عندهم إياها. خدمة مجانية لكتير ناس، وكتير العالم عم تتفاعل معها، وصار لها فترة يعني مستمرة. المهم إنه في صار ثقة وفي تواصل دايم. انحلت 60% أو 70% من المشاكل الطبية اليومية، بالأحرى يعني اليومية تبعهم، إن كان على صعيد الأدوية، إن كان على صعيد الفحوصات، إن كان على صعيد دخول المستشفى. نحن كنا بنسأل بعضنا على طول إنه لو سكر هالمركز العالم شو بتعمل؟ نشكر الحكومة الألمانية من خلال منظمة مالطا يلي سمحت لنا الفرصة نساعد هيك ناس على الأرض، فقرة، معترين، بحاجة بحاجة بحاجة. وش خلتنا نشعر نحن بلذة العطاء، يعني نحن ما بنحب شغلنا وبنركض بنساعد الناس، ما فينا نكمل لأنه ضغط كتير علينا الحقيقة. الهدف الأساسي من هالمشروع الإنساني إنه توصل منظمة مالطا أقرب شيء لعند المريض لتحافظ له على صحته بأحسن خدمة، وأكيد على كرامته، خصوصي بهالظروف الصعبة يلي عم بيمرق فيها لبنان.